مهرجان لحقنا الحمد لله للدورة سبعة اللي هي بشراكة مع الجماعة المحلية مكناس وكذلك بشراكة مع جهات فاس مكناس وبدعم كل من الغرفة والمندوبية الصناعة التقليدية لفاس مكناس بجهد الجميع وصلنا الحمد لله لهذه النسخة السابعة اللي أنتم تشوفوا اللي هي فيها فقرات متعددة تشمل ثلاث أيام مع الأعمال الموزية والبرنامج الموازي لهذا المهرجان. قاعة ديال المنوني، قاعة الثقافة، وكذلك عندنا الجمعة بقاعة الهديم، وبالسبت بقاعة سينما الريف سابقا. هذا كله أنا بصفة رئيس تنشكر المكتب اللي تعب وباش ننهيئوا لهذا سميتو، وكذلك الجماعة والشركاء ديالنا والمدعمين وعلى رأسهم الجماعة وهذا، وتنهديوا هذا العرس تنهديوا لصاحب الجلالة الملك ديالنا المعظم سيدي محمد السادس نصره الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.